يعني علشان تخرج من النادي الاهلي وقررت مدرب كبير بحجم مدرب منتخب مصر ويبقى عندك اصرار وعزيمه انك ترجع تاني وترجع باقناع تام وتكون في منتخب مصر وترجع عشان تبقى الحارس التاني وانت عارف تبقى الحارس التاني او الحارس الاول المساله مش مضمونه، ده في حد ذاته يعني قمه الاخلاص والوفاء للنادي الاهلي وللحب الاول في حياه النجم الكبير محمد الشناوي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام اهلا بيكم في استادكم استاد الاهلي ومعايا نجم كبير كابتن محمد الشناوي. نورني. نورك يا كابتن والله. عامل ايه؟ وحشني والله تماما. انت وحشني وحش جمهورك. ربنا يخليك. الناس كلها مش عايز اقول لك جالي مثلا 1000 يعني على الاقل مثلا رساله بيطمنوا عليك وفرحين انت موجود واسئله كتير قوي. ربنا يخليك. قد الاسئله بقى. ربنا يخليك يا كابتن والله انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده وقناه الاهلي طبعا ان هو ده بيتي طبعا. بيت اي حد يكون متربي في النادي الاهلي طبعا واي لعيب يبقى ليه شرف يكون موجود في النادي الاهلي ويرجع بيته تاني طبعا. يعني هروح معاك بسرعه كده ونرجع للحدث اللي احنا فيه لما قالوا لك يا محمد الشناوي انت خلاص شكرا جدا كان من الكابتن احمد ناجي تحديدا. هو مش من الكابتن احمد ناجي تحديدا يعني انا جيت فتره اللي انا مشيت من النادي كانت 2009. هو كابتن احمد ناجي بصفته ان هو مسؤول عن الحراس فهو بيدي تقرير ان انا محتاج الاول الثاني الثالث طبعا انا طبعا هو الفتره ديت كان خلاص كان احنا كنا حوالي كان لازم يقيد 5 لعيبه ناشئين في الدرجه الاولى والباقي كله كان يمشي. الفتره ديت انا كنت ساعتها قبلها كنت موجود في المنتخب الشباب وبعد كده رجعت من البطوله جالي عرض بره في بلجيكا بعدين رحت قعدت معايشه هناك وكده ورجعت النادي الاهلي رفض طبعا ان انا اكون اروح الفرق الاحتراف احترف بره وكده. تمام. بس رجعت قعدت في النادي وبتاع بعد كده لقيت نفسي مره واحده ايه ما متأيدتش وبعد كده اتجهت على طول بقى شفت مسيرتي مع طلاع الجيش نادي طلاع الجيش اللي هو ليه فضل كبير عليا ان هو يقدم لي الدوري الممتاز. كان اول سنه ليا دوري ممتاز في طلاع الجيش كان مع الكابتن تحت كابتن فاروق جعفر والكابتن محمد يونس مدرب حراس مرمى ده طبعا يعني من الناس ان هم ساعدوني كتير ان هم يكونوا واثقين فيا في ان انا حارس مرمى يعني وكده وان هو قدمني للدوري الممتاز وبعدها بدات على طول في الجيش الحمد لله عملت 3 مواسم في الجيش كويسين يعني الحمد لله وبعدين كده رحت سنه حرس حدود مع الكابتن حلمي وبعد كده رحت بقى بتروجيت بس بقى. يعني قول لي برضو يعني لحظه القرار او سماعك القرار بالاستبعاد النادي الاهلي وانت عشقك النادي الاهلي وانت ليك طموح ان انت تكمل في الفريق وان انت عايز زي اي ناشئ او اي حد عايز يكمل وعنده طموح وعمال يرسم احلام وفجاه لا هو القرار كان صعب عليا في الاول خالص بس هو ان هو القرار لما انا عرفت ان انا مش موجود ان انا يعني هو كان ساعتها كان موجود الكابتن عصام الحضري والكابتن امير وكان معايا احمد عادل وانا كنت موجود اول ما عرفت القرار ده انا يعني كانت المشاركه في النادي الاهلي كانت تبقى صعبه شويه ان هم يعني الكابتن عصام والكابتن امير موجودين والكلام ده كله انا خدتها فرصه ان انا اروح اشوف نادي كويس وجالي انديه كتير في ساعتها في الدوري الممتاز واخترت النادي اللي انا يكون فيه مشاركه المشاركه فيه قريبه مش بعيده يعني مش هقعد فتره طويله عشان العب الكلام ده كله كانت وشفت مين المدرب اكتر واحد كان محتاجني في الوقت ده يعني لقيت الكابتن محمد يونس بصراحه كلمني والكابتن فاروق لقيتهم الناس يعني عايزيني باي طريقه ان انا اكون موجود يعني عشان كده رحت لطلاع الجيش وقعدت بالظبط 3 شهور ما بلعبش قاعد احتياطي على طول وبعدين بدات على طول لعبت اول ما لعبت كملت بقى الحمد لله يعني كملت المسيره في النادي وعملت 3 مواسم معاهم كويسين جدا وبعد كده حرس بعدين كده سنه حرس لعبت السنه كلها طبعا مع كابتن حلمي كان هو برده كان محتاجني هناك وبعد كده لعبت 3 سنين في بتروجيت مع اول سنه كابتن مختار كان محتاج حارس مرمى بتروجيت رحت معاهم واشتروني من نادي الجيش اشتروني من هناك بس والحمد لله من بتروجيت رحت المنتخب منتخب مصر كان اول معسكر ليا في منتخب مصر كان مع كابتن شوقي غريب والكابتن محمد سلام هو اللي كان اختارني بقى المسيره من هنا بقى كانت خلاص بقى الناس بدات تعرف محمد الشناوي من يعني هم عارفيني من بتروجيت عرفوني ان انا يعني السبوت الاعلامي بقى عليا شويه اكتر في بتروجيت لكن الكابتن يعني. احمد ناجي بعد ما مشيت من الاهلي كان متابعك وهو كان اول حد قال لك تعالى المنتخب تاني والله هو الكابتن ناجي بعد ما طلع كان باين طلع باين قطر مسك في قطر هو كان على طول عمل برنامج قبل كده برضه في القاهره والناس كان عامل برنامج
عمل برنامج كان هو على طول بيعمل يجيبي حاجات للاجوان وكده. طب هو كابتن احمد ناجي هم جابوه على التليفون معانا. كابتن احمد يا ميدو عامل زفتي كويس يا ميدو. ازيك كابتن؟ يا كابتن لسه حضرتك لسه صغير يا كابتن، ما تقولش ان علي صوتنا وكده يعني هبدا اقلق. لا ما انا معدي السماعات. وحشنا يا كابتن. ازيك يا ميدو؟ ازاي الشناوي؟ الشناوي وحشني. الشناوي كان جامد جدا وبتمشي. ربنا يخليك يا كابتن احمد. وحشنا، عامل ايه؟ الله يخليك يا محمد. اخبارك ايه يا كابتن؟ طمنا عليك كابتن الاول، وطمنا على الحراس المنتخب. لا الحمد لله الامور كويسه، والمعسكر الجو فيه جميل، الناس كلها سعيده، وان شاء الله ربنا يوفقنا في المباراه كمان عشان تبقى يعني تكمل الصوره ان شاء الله. تمام. انا معلش هرجع بيك شويه لورا، بمناسبه ان الشناوي موجود معانا، ان هو كان مشي من النادي الاهلي، وحضرتك كنت موجود مدرب حراس، وحضرتك اللي اصريت ان هو ينضم المنتخب تاني. يعني كان قرار حلو جدا وقرار جريء منك ان حضرتك تستدعي المنتخب في ظل برضه ان هو مشي وحضرتك موجود. ما انت ميدو اللي بتوسطيني اخده. انا فعلا هو، بس اكيد نمره واحد شغلك يا كابتن ناجي، لو عارف ان هو مش هيبقى حارس جامد عمرك ما تبقى. لا الشناوي حارس بمواصفات دوليه فعلا، وخدناه عن اقتناع واستمر معانا فتره طويله، لكن يعني هو الفتره دي طبعا بيلعب قليل جدا، لكن ان شاء الله لو تواجد هيكون موجود معانا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ناجي، ان شاء الله، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه، وان شاء الله كنت عملت بطوله كويسه جدا في بطوله افريقيا، وطبعا كان معاك شريف واحمد الشناوي وكابتن عصام، بصراحه عملوا كابتن عصام عمل بطوله كويسه، وطبعا انت عارف ان احنا بنشتغل مع حضرتك من زمان، يعني بناخد من حضرتك خبرات كتير يعني. والله يا ميدو تنزل حاجه ساعه للاخ محمد الشناوي. نزل حاجه ساعه للشناوي. رهيبه يا شناوي، مفيش. لا مش ممكن يا كابتن. شكرا يا كابتن ناجي حبيبي. يا كابتن ناجي دي حقيقه يا كابتن ناجي. الشناوي ابني او حد من ولادي يعني، انا ربيتهم في الاهلي وهم صغيرين، وسعدت بتالقهم في كل الانديه اللي لعب فيها، وحارس فعلا عنده مواصفات دوليه ويستحق يكون في مكانه كويسه ان شاء الله، باذن الله باجتهاده وبشغله يرجع يلعب ويكون في مكانه كويسه ان شاء الله. انا بتمنى له ان هو يكون في مكانه كويسه ان شاء الله. كابتن ربنا يخليك كابتن، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وانت والجهاز كله ان شاء الله. كابتن احمد، مين مرشح يلعب ماتش توجو؟ الثلاث حراس مرشحين. يعني يا كابتن ده حاجه يعني، ده ماتش ودي ما فيهاش حاجه لما تقول يعني. يعني ايه ودي يعني؟ يعني ماتش ودي يعني، ما يعني ما فيهاش حاجه لما تقول ممكن انا ارشح كذا. ودي بس هو مزاجه كويس ان احنا جبناكم مزاجك رايق. انا بس مع صوتك على طول بروح. ربنا يخليك كابتن احمد، انا نفسي تيجي تشرفني، انا كذا مره وعدتني ان انت جاي. حاجيلك جمال العاصي زعلان مني والله، بس انا حاجيلك. احنا كلنا زعلانين. لا ده ليه يا ابني؟ ايه؟ طيب لازم تيجي لنا تشرفنا هنا ان شاء الله. حاجيلك ويعني حاجه لقرارات النادي الاهلي يعني، قرارات النادي الاهلي. طب كابتن معلش حاجه فنيه، مباراه توجو الفرقه نفسها كنا نتمنى ان يبقى في فرقه اقوى، ولا انتوا ليكم مواصفات معينه؟ لا لا، او عايزين هدف معين من فريق توجو؟ اتفرجت على توجو في كاس الامم؟ انا اتفرجت عليها. احرجت الفرقه كلها يعني. هم امبارح لعبوا بالفريق الاحتياطي عشان طبعا الماتشين يلعبوا بايدي بايور وكل الناس موجوده يعني. كابتن احمد كل التوفيق لحضرتك، وان شاء الله تيجي تنورنا وتشرفنا هنا باذن الله. مزاجه رايق. مزاجه رايق. مزاجه رايق. قول لي لما اكلمك تاني تيجي المنتخب. والله بص انا ما يعني اول يعني في اول ما جه من قطر ساعتها كان معتقد طلع مع فيليكس، قريت خبر قبل كده لقيته بيقول لي ان انا ما مشيتش الشناوي فنيا والكلام ده كله، كان شقي، بس ايه كان شقي زمان يعني وكده، بس انا ما فيش الكلام ده خالص يعني. بس يعني بس هو لا طبعا هو اول انا كلمته، بس انا عارف انت مش شقي خالص خالص والله يا كابتن، دي حقيقه. كلمته بصراحه يعني، وشكرته على الكلام اللي هو كان قاله ان هو مشي، انا ما مشيتوش عشان فنيا والكلام ده كله، بس قال لي لا انت ماشي كويس. وبصراحه انا شايفك الفتره اللي فاتت انت ماشي كويس، وال
شادي حيلك الفترة الجاية، ممكن تكون موجود معانا والكلام ده كله. أنا الحمد لله أنت كنت، أنا موجود في بتروجيت، أنا كنت مركز جدا مع بتروجيت، اللي أنا كان حلمي في بتروجيت اللي أنا أكون أروح منتخب مصر من بتروجيت، والحمد لله رحت منتخب مصر من بتروجيت. وما رحت أكتر معسكر رحت منتخب فيه كان مع كابتن ناجي ومستر كوبا. أنت في بتروجيت طبعا عملت، كنت لعبت معايا سنة، عارف طبعا أنا يعني قدراتك، وعارف مش عمري ما انسى الماتش اللي انت لعبت فيه ورجلك شبه مكسورة. ماتش المقاولين. ماتش المقاولين يعني لعبت حوالي 10 دقايق. كان بيلعب فعلا يا جماعة، كان بيلعب برجل واحدة، يعني حاجة غريبة، يعني حاجة انبهرنا بيه كلنا، الجهاز الفني كله، حتى لعبت المقاولين كمان في الآخر ما كانوش عايزين يشوطوا عليك، يعني من كتر يعني تعاطفهم معاك. قول لي دوافعك ان انت تفضل كده، وان انت ترجع النادي الاهلي، وانت ترجع منتخب مصر، كان دوافعك ايه؟ انا دوافعي اللي انا اول ما كنت مشيت من النادي من النادي الاهلي اللي انا ارجع النادي تاني. ارجع ده كان هدف قدامي. لا طبعا ده كان، بص، كان اول هدف اللي انا ارجع بيتي تاني، وتاني هدف اللي انا ارجع بيتي ان انا اروح منتخب مصر، ان انا اروح منتخب مصر ارجع بيتي تاني. امتى بقى؟ سنه سنتين زي ما تيجي، يعني انا قعدت 7 سنين لغايه ما ارجع بيتي تاني. فطبعا اول ما النادي الاهلي طلبني ما فكرتش، يعني اللي انا الكابتن طارق ما كلمني ما فكرتش، قلت له انا في اي وقت موجود، بس يعني النادي الاهلي بيتي وانا ما اقدرش اقول لا للنادي الاهلي. بس اول ما كلمني قلت له ما فيش مشاكل والكلام ده كله، كان لسه عن الدوري فاضل له شهر او شهرين يخلص يعني. الحمد لله يعني اول ما خلصنا اخر سنه في بتروجيت ديت الموسم اللي فات ده، اول ما كلموني جيت على طول. يعني عايز اقول لك ده طبعا وانت بتمضي طبعا بمضي في النادي. فكرني باللحظات دي. لا مش اللحظه دي بالذات، يعني هو كانت اول ما التليفون ما جالي من النادي دي كانت يعني دي اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي. كنت مبسوط جدا ان انا اكون موجود وارجع بيتي تاني، عشان انا عندي طموح لسه قدامي كتير اللي انا اعملها ان شاء الله. اللي انا ارجع منتخب مصر تاني طبعا، واكون موجود في منتخب مصر، وافرح الشعب المصري كله طبعا لما اكون في منتخب جالك مصر. كان جالك احتراف قبل ما تيجي الاهلي؟ كان جاي لي البرتغال. كان جاي لي قبل ما اجي البرتغال، يعني كنت خلصت كل حاجه كانت مساله وقت. انا فاكر لا مش ما كنت خلصت شبه كنت خلصت يعني في النادي البرتغال، بس ما النادي جه ما فكرتش بصراحه، ما فكرتش في حاجه. لا يقدر يجي له النادي الاهلي ويفكر في اي حاجه. طيب يعني تعالوا لنا بقى، علشان انا هدي له واحده، لازم اسالك واحده كده يعني فلس. يعني قول لي الحسابات، كان في مارتن يول تمام، كان قلب على شريف اكرامي خالص تمام، كلنا فاكرين طلع يعني قال كذا تصريح انا هاجمته جدا، كنا اياميها برضو في قناه الاهلي هاجمته، يعني ما ينفعش مدرب ايا كان لعيبك غلط ما غلطش ايا كان، ما ينفعش انك تطلع وتهاجمه كميه الهجوم دي. حساباتك، انا هضحي باحتراف تمام، واضحي ببتروجيت اساسي تمام، واضحي بمنتخب مصر عشان ارجع الاهلي في ظل وجود مارتن يول والبعد بتاع شريف اكرامي شويه، دي كانت حساباتك تمام صح؟ دي كانت حساباتي في الاول خالص. ان انا ما انت هتلعب، هتبقى الحارس الاول في النادي الاهلي. كنت جاي الحارس الاول في النادي الاهلي، بس انت ما تعرفش بكره في ايه. انا عارف. انا لما النادي الاهلي كلمني انا ما فكرتش ان انا اكون اكون موجود في النادي الاهلي ده. اولا طبعا في منافسه كبيره طبعا مع كابتن شريف طبعا ومع احمد ومسعد، كل احترام ليهم طبعا، المنافسه في الملعب منافسه شريفه جدا. انا كنت جاي، كنت حاطط في طموحي ان انا اكون في اروح ارجع اكون يعني المكان بتاعي في منتخب مصر. هم كانوا جايبينك تبقى الحارس. يعني ده الكلام اللي كان، يعني ده اللي كان بيتقال يعني تمام. هو مش بيتقال، هو كان واضح للجميع في ظل وجود مشكله بين مارتن يول وشريف اكرام. هو كان في مشكله، كان في مشكله ساعتها، وانا كنت جاي على اساس كده يعني. بس احنا نقول الحمد لله على كل شيء. انا جيت قعدت فتره مع مستر مارتن يول تمام، هنبدا معاه اول الموسم عادي خالص. يعني مش الفتره الاخرانيه ديت انا ما كنتش هنفع العب، ان كان في كاس والكلام ده كله، كنت انا مجهز نفسي لاول الموسم خالص. حصل اللي حصل، وهو مستر مارتن يول مشي وجه الكابتن حسام. الكابتن حسام جه طبعا، انا بحبه جدا، ان انا كنت معاه قبل ما امشي من النادي الاهلي، كان هو موجود ساعتها موجود. انا بحبه جدا، من الشخصيات المحترمه جدا، وبيعدل في الشغل بتاعه وبيحب شغله جدا، وانا بحترم اي راي جهاز فني موجود هنا في
في بتروجيت في اي حته، انا بحترم اي جهاز فني بيمسكني. هو كل واحد شايف مصلحه الفريق ايه، وانت عارف ان في النادي الاهلي هي مصلحه النادي الاهلي اول أكيد. اول حاجه مصلحه النادي الاهلي اكيد. انا بجتهد وبشتغل في الملعب وباقي بتاع ربنا. انا بكون موجود الحمد لله، بنزل قد اللي عليا، واهم حاجه الفرقه تكون كويسه، واهم حاجه نكسب. ان احنا في كيان، مش في نادي، احنا في كيان اسمه النادي الاهلي، دي اهم حاجه. اكيد يعني كلامك كلام محترم طبعا. ده مش ده احنا اللي اتربينا عليه. ده كلام محترم يا شناوي، لكن عينك على ايه؟ عيني على منتخب مصر. عينك دمعت ليه؟ ايه؟ لا طبعا مش دمعت ولا حاجه، انت عارف يعني انت بتتكلم ان انت ده بيتي، انا قعدت فيه اكتر من 8 سنين ورجعت تاني. بيتك وانت منور ومشرف، ربنا يخليك، وكل الناس بيثنوا عليك، وانت وشريف ومحمد عادل. اي حد يكون موجود يعني في النادي يعني بيثنوا بنفس اي حد يكون موجود، شريف، احمد، مسعد، يكون في الملعب انا بسنده. دي اهم حاجه، ان انا لما اكون موجود هم يساندوني، دي حاجه معروفه. كلكم يعني مش عايزك تدمع، انا عايزك. لا لا مفيش حاجه، انت خليني ادمع على طول. لا لا خالص والله، مفيش اي حاجه. خلينا نقول ان هو بس اللي بتاع كشف هو اللي عامل كده. هو اللي عامل كده، مش هدمع، مفيش حاجه خالص. ماشي ماشي يا شناوي عدال. لا والله مفيش اي حاجه والله، كشف جاب في عيني. خلينا نرجع تاني شويه برضو للشناوي. هو كان مكسر الدنيا وراح منتخب مصر وراح الاهلي، بقى دلوقتي يعني شويه بقيت الثاني او الثالث حسب ما ايه ما الماتشات بينك وبين احمد عادل عبد المنعم، وساعات مسعد بيدخل في القصه دي. تمام. إيه انا عارفك انت دايما، انا كنت كل شويه حتى الماتشات اللي احنا كنا بنلعبها ودي كنت عايز تقف في بتروجيت. تمام. مش عايز ابعد عن الملعب يا كابتن ميدو، لا انا عايز العب. طب يا فيش النوي يعني في ناس صح معاك، ازاي قادر تهدي طموحك وجموحك في نفس الوقت؟ انت عارف ان انا كنت موجود في الانديه الثانيه كلها الحمد لله، لعبتها كلها يعني مع الجيش ومع الحرس ومع بتروجيت الحمد لله، كنت اساسي لمده 7 سنين دول كلهم. هي الفتره الصغيره اللي انا قعدت فيها احتياطي، قعدت فيها كانت الفتره اللي انا اتصبت فيها، هي دي الفتره الوحيده الحمد لله اللي انا قعدت فيها. ما رجعت نادي الاهلي، نادي الاهلي فيه حسابات ثانيه مختلفه. حسابات ثانيه مختلفه، اللي انت في نادي كبير مش نادي صغير، اي حاجه بتتحسب عليك. لازم النادي الاهلي اللعب فيه مش سهل، اللعب فيه لازم انت النادي اي نادي انت كنت فيه قبل كده، مفيش حد بيحاسبك، مفيش جمهور، مفيش اعلام كتير يبقى السبوت عليك، مفيش الكلام ده خالص. انت في النادي الاهلي كل حاجه السبوت عليك، يعني طبعا. انت في اعلام، في جمهور، كل حاجه عليك، اي حاجه بحساب. عشان كده انا في النادي الاهلي جيت النادي اللي انا عامل كل ده طبعا، وحاطه في دماغي ان انا الملعب في النادي لازم اكون مركز جدا، مفيش اي حاجه تطلع مني غلط. طبعا انا جيت النادي، انا جيت ايام مستر مارتن وول، هو مشي جه الكابتن حسام هو ليه وجهه نظر في حاجه هو في دماغه، هو كابتن حسام هو شايفها، انا احترمها جدا واحترم الكابتن طارق طبعا والجهاز كله اللي معاه، الجهاز محترم جدا والناس شايفاني ان هم واثقين فيا جدا، وانا عندي احساس بكده ان هم واثقين فيا. هم طول ما هم واثقين فيا وانا قريب في الملعب، زي ما انا اداني الكاس واداني ماتش في الدوري، وانا الحمد لله مأدي كويس في الماتشات ديت، وده اللي انا شايفه الحمد لله. وكابتن طارق بيتكلم معايا في الموضوع اللي انا ماشي كويس الحمد لله الفتره ديت. انا هادي في موضوع المشاركه ده، اللي انا شايف ان انا هو بيديني ماتشات وشريف موجود وهو بيلعب وهو كويس، دي حاجه تبسطني. ان انا ما العبش مثلا في وقت اكيد كمان شريف بقى دلوقتي حارس منتخب مصر الاول كمان. اكيد طبعا اتمنى له ان هو يكون حصل له طفره في ادائه عشان اكيد طبعا اكيد طبعا. اي حد بيكون موجود معاه واحد او اثنين وثلاثه وفي منافسه قويه وهو بيشد الثاني، يعني انا لو جيت وانا جيت في التمرين همدان ما اتمرنش، ما هو اللي بيلعب هيبقى همدان ومش هيتمرن، مش هيحس بحاجه. لازم يبقى في منافسه في الملعب عشان يبقى كله كويس. انا احمد مسعد شريف اي حد لازم يكون كويس. الا لما اكون موجود عارف ان في حد ورايا مستني الفرصه، لما شريف يكون موجود وعارف ان في حد ورايا مستني الفرصه، اكيد هيركز بنسبه مش 100% لا مليون المية. اكيد دي اهم حاجه. أكيد. ودي اهم حاجه للمصلحه في الاخر، ان مصلحه النادي الاهلي. اكيد ده أكيد. اهم حاجه. خلينا نخرج بره الجو ده شويه. ياري. مين اللي كسب النهارده، انت ولا كابتن سيد عبد الحفيظ؟ انا امبارح كسبت. النهارده خسرت. النهارده خسرت بعين. انا ما هو مش راضي يسيبني، لازم اغلب. هو الكابتن بصراحه الكابتن سيد هو ما بيحبش يخسر. تمام. انت عارف ان السنه بتاعتنا كلنا اي حد ما بيحبش حد يخسر. انا امبارح كسبته،
تمام. النهارده قال لي لا انا النهارده مصمم يحطها على يمينك وحطها على يمينك برضه. ما هو برضه مش عايز اقول بس مقرب المسافه. انا حاسس ان في هو مقرب المسافه شويه بس هو بيلعبها كويس. مستغل سلطاته. لا طبعا يعمل اللي هو عايزه ما نقدرش نتكلم. بس كسبنا النهارده جبت له العصير ده اهم حاجه. بس طارق سليمان بيتكلم معاكوا انتوا الاربعه ازاي؟ لا كابتن طارق انا اول ما جيت اول ما تعاملت معاه تعاملت في النادي الاهلي معاه انا كنت اعرفه صفه شخصيه بره بس الكلام كان معاه قليل تمام. وكان اول واحد مرني على فكره اخوه كابتن ماهر في الحموله عشان تبقى عارف والله. يعني اول واحد مرني يعني اخوه تمام. بس اول لا كابتن بصراحه هو اخ كبير لنا كابتن طارق عسل محترم. محترم جدا وبصراحه عنده ضمير جدا في شغله وبيجتهد في شغله جدا. اللي هو لازم لما يجتهد في شغله احنا نبقى كويسين. اي حد يكون موجود في الملعب بالشغل اللي الكابتن طارق بيعمله واحنا مع بعض في المنافسه مع بعض والروح كويسه مع بعض غصب عننا يعني راجل بيتكلم معانا وبيتكلم معانا كويس جدا وحد زعلان بيتكلم معاه حد متضايق بيتكلم معاه هو على طول معانا. اي حد محتاج اي حاجه هو على طول نروح نتكلم معاه. انا بصراحه اتعاملت معاه اول سنه انا بصراحه انا بحبه جدا وبحترمه جدا يعني اخ كبير ليا بصراحه ولاحمد ولشريف والمسعد يعني مش حاسين ان هو لا مدرب بتاعنا والكلام ده كله. لا انا شايف ان هو اخ كبير لينا بصراحه في النادي. مين اكتر واحد زود الشناوي فنيا غير طارق سليمان؟ خلينا نقول غير طارق سليمان. لا انا بصراحه انا في كتير انا اتمرنت مع حد اقنعك لازم في مدرب لا كل واحد كله مدرب اتمرنت معاه خدت منه حاجه بصراحه يعني عشان ما طب اكتر واحد خدت منه حاجات كتير ما تقعدش تهرب وتجيبك في السؤال خدت منه حاجات كتير. لا هو والله مش يعني مش ما فيش واحد يعني انا مثلا كابتن محمد يونس ده اكتر واحد بحبه جدا ان هو يساعدني ان هو اول واحد ظهر لي للناس في الجيش تمام لغايه دلوقتي. وطبعا كابتن عصام عبد العظيم في بتروجيت كابتن ابراهيم عبد الجواد هي فتره صغيره اتمرنت معاه بس هيبقى مدرب كبير جدا طبعا. بس مجنون يا شناوي. هو شويه بس لا بس بصراحه هيبقى مدرب. حاولوا تجيبوا لنا ابراهيم عبد الجواد على التليفون يا جماعه. لا بصراحه بس هيبقى مدرب كويس جدا يعني فتره بصراحه. لا مدرب هايل بصراحه يعني مدرب هايل وبيخترع وسائله يعني لو مش لاقي حاجه من وسائل التدريبات الحديثه هو بيخترع حاجه فاكر الشمشام اللي كان بيجيبكم من البيت عنده. جايب مشمع من البيت صح كان جايب بتاع السيرك الطبله بتاعت السيرك دي صح جايب صح بس هو بصراحه بيجتهد وشايف هيبقى مدرب كويس. طبعا والسنه برده بتاعت الحرس مع كابتن ايهاب جلال كان برضو عملت معاه موسم كويس الحمد لله يعني معظم المدربين اللي اتمرنت معاهم عملت معاهم شغل كويس قوي وخدت منهم خبرات كتير يعني 7 سنين خبرات كتير يعني معاهم. طب سؤال برضو تجاوبني عليه بصراحه جدا اكيد. شريف اكرامي لا قدر الله خلينا نقول مثلا جات له فرصه احتراف كبيره بلاش نقول لا قدر الله بعد عن الملعب لاي سبب ربنا يحميه ويحمي كل الحراس بتوعنا جات له فرصه احتراف مين الاقرب ان هو يكون الحارس الاساسي للاهلي؟ انت شايف ايه طيب؟ انا بسالك انا انت شايف ايه؟ طبعا دي بقى الكابتن حسام اللي يرد عليه عشان انا الحمد لله بجتهد بتمرن وفي ماتشات الحمد لله زي ما انا واهم حاجه اكون على قد المسؤوليه والتعليمات بتاعت الكابتن حسام بتاعت الكابتن طارق طبعا والباب بتاع ربنا. مين اكتر واحد بيجيب فيك جول في التمرين؟ اكتر واحد بيجيب فيا جول كتير بصراحه ما كلهم ليه ده موقفين ايه مش عايز اتكلم لا ما فيش انا في التمرين ما فيش عادي ما فيش مشاكل عشان مش حد يزعل كلهم بيجيبوا جوان لا ينفعش لا كلهم بيجيبوا جوان طبعا. فاكر الحضري لما كنا بنجيب فيه جون في التمرين كان يقعد يلف ورانا انت جبت الجون ده ازاي انت مش عارف انت كنت قصدها انت حاجه مش ممكن يقعد يقول لك الحضري بيعمل اعمال عشان ما لعبناش فاكر كان زمان بقى الكلام ده غلط يعني ده كلام بيتقال في التمرين برضه لا في التمرين لا ما هو في التمرين عارف لو الكوره جت في رجله هيجيبها فيها جول مفيش طبعا قناص طبعا عماد متعب طبعا عماد متعب طبعا لا سمعني قول بصوت عليه كده عماد متعب قناص عامل ايه شرقان يا جماعه شرقت والله العظيم طبعا هو ده لو جه بتاع داخل عليا ده انت متاكد ان هو نسبه 1% ممكن يعني 99% جول لازم طبعا يعني عماد متعب لسه طبعا لسه مزعج طبعا هو 18 جوه الصندوق مش بتاعتي ما اقدرش اتكلم حاجه مش بتاعتي لازم انا عارف ردك طبعا بس لازم يعني تنكشني وبتاع لا مفيش مش هتجيبني لا صعب لكن عماد لسه عماد اكيد طبعا جوه 18 اي حد ما اي جون يعني
يعني جون لما بيجي يفكر في اول واحد بيشوف لما بيجي يلعب بيركز على الفرد اللي يلعب قدامه بيشوف ايه مميزاته ايه اللي بيعمله وايه اللي بيعملوش. يعني لما اجي مثلا جون واشوف عماد متعب قدامي لا طبعا لازم اركز معاه كويس. لما بشوف كوليبالي هركز معاه كويس برضه ممكن يحط فيه جوال؟ طبعا طبعا لعب كويس الشناوي طبعا لعب كويس. انت اللي شايفه لعيب كويس يعني؟ يعني هو انا شايفه لعيب كويس طبعا، جه النادي الاهلي بقى لعيب كويس طبعا. هو مش شرط. طبعا مش شرط. ممكن يكون في لعيب في النادي الاهلي لا لسه ممكن ما خدش على الاجواء بس هو برضه لعيب جاي من نادي تاني ما لسه اللغه مش هو بيتكلم فرنساوي طبعا اللغه قليله مع اللعيبه بس مش قادر يقنع الكابتن حسام ما اعرفش مش قادر يقنع يعني اعتقد ان الكابتن حسام يعني شبه تصريحات كده قال ان هو ما اقنعنيش لا ما هو ما ياخدش بالتصريحات لا ده هو اللي قال الكابتن حسام هو اللي قال انا مش مركز انت جاي حلف لا انا ما بشوفش عايز خلي بالك في اسئله ممكن اجيبك بس انا اللي مش عايز لا انت خلاص جبني لو عايز تجيبني جبني بس مش هتعرف تجيبني لا ما اقدرش انت حبيبي انت حبيبي يا كابتن لا ما اقدرش ربنا يخليك قول لي برضو موضوع لو طول مع الشناوي ممكن تفكر انت تبعد عن النادي الاهلي الموضوع لو طول معايا اللي انا اكون موجود على الدكه وبلعب ماتشات وكده الكلام ده كله لا هو انا لو طول ما انا موجود والنادي الاهلي والجهاز الفني واثق فيا وبيتكلم زي ما انا بتكلم هكون موجود انا ما اقدرش اسيب النادي يعني احس ان انا اكون موظف لا شعب انا حسيت حاسس ان انت الحارس الاقرب بعد شريف اكرام طبعا عندي الاحساس ده وده لازم يكون موجود فيا ده في اي حد يكون موجود بيلعب في اي نادي والكلام ده كله لازم يكون عنده الاحساس ان هو في اي وقت ممكن يكون موجود في الملعب عشان لما تبقى موجود تبقى قد المسؤوليه انا لو حاسس ان انا موظف بروح النادي وبرجع من النادي والكلام ده كله لا اكيد انا اللي همشي انا عارفك تقول لي عليك انت عارف كويس الكلام ده كويس اصعب مباراه قابلتها في حياتك اصعب مباراه لعبتها في حياتي في السنين اللي فاتت كلها لا في كذا مباراه بس هو المباراه اللي انا لعبت عليها وانا مصاب برجع اول ما رجعت من الاصابه كانت كان لاعب الاهلي في استاد القاهره كنت بشوط ضربه مرمى ده كان مع مين كنا بنلعب كنا بتروجيت وال بتروجيت والاهلي في استاد القاهره 1-1 فاكر انت كنت موجود معانا دي كانت اصعب مباراه كان مين اللي جاب في لك جول يا سعد السمير سعد راس محمد هنيدي سعد لما رقص راسة محمد هنيدي لما رقص سامح سامح مش كده قلت له انا بعد الماتش قلت له يا سعد قال لي ده اقل حاجه عندي انا بعمل كده كتير بس هو مش مديني الفرصه بس دي كانت اصعب مباراه اللي انا لعبتها اللي انا كنت لسه راجع من اصابه وما كنتش بشوط يعني ضربه المرمى ما كنتش عارف اشوطها ضربه كان عندك رباط داخلي متهيألي رباط داخلي قعدت فيه 3 شهور دي صعب الرباط الداخلي ده صعب قوي اللي انت الداخلي مش هتعرف تشوط اولا لو في كره قويه جت في رجليك مش هتعرف تصلحها دي كانت يعني بس انا كنت اصريت ان انا اكون موجود في الملعب يعني هو اسهل مباراه كنت انت حامل يعني شايل همها قوي وحامل همها وطلعت مباراه سهله قوي طلعت يعني هو عامه الماتشات بتاعت اهلي وزمالك الناس كلها فاكره انها بتبقى ماتشات صعبه جدا بس بالنسبه للانديه الثانيه فهم فاكرين انا بالنسبه لي لما باجي العب اهلي وزمالك احس ان الماتش ده احسن ماتش هلعبه ان هو اسهل ماتش ان ساعتها ان انت بتدافع كويس جدا اللعيبه كلها بتبقى مركزه كويس جدا تمام بيجي لك حاجات يعني واحده اثنين ثلاثه بتطلعها بتبقى نجم المباراه امال الماتشات الصعبه الماتشات الثانيه اللي تلعب فرقه زي فرقتك ليه انت بتهاجم وهم بيهاجموا ممكن اللعيبه ما تبقاش مركزه زي ماتش الاهلي والزمالك ان هو اعلاميا والكلام ده كله اكتر ليه بتبقى ماتشات صعبه جدا يعني مثلا سي مثلا ما لعبنا دمنهور في دمنهور حاجه رخمه الماتش ده بص عايز اقول لك انه ده كان صعب جدا ان احنا كسبنا كان صعب جدا ان هي فرقه على ملعبها رخمه جدا الماتش ده تقول لك ان هو سهل جدا هو اصعب ماتش فعلا يعني انت كنت فاكر ان الماتش ده كان معاك كابتن رمضان الماتش ده عايز اقول لك ان هو على اللعيبه كلها مش عليا بس كان صعب جدا ان هم في ملعبهم كويسين جدا وبيهاجموا عليك وانت وكمان لما تيجي ترجع تقول انت خسرت من دمنهور ما هو الناس مش فاهمه ان الماتش ده ماتش سهل كابتن رمضان كان معايا امبارح بقول له وحشني والله كابتن رمضان احسن اوقات حياتك احسن قال لي بتروجيت طبعا قلت له اكتر قلت له اكتر حاجه وقعت عليك ظلم ايه قال لي بتروجيت طبعا قال لي ظلموني قال لي كنت عامل كل حاجه في الكوره كنا ماشيين كويس مش بايده مش بايده طبعا تفاهم يلا مش بايده هو من الشخصيات المحترمه جدا وانا بحبها جدا
وهو بصراحة عمل أول ما جه معانا في بتروجيت عمل فترة كويسة جدا. عمل طفرة. جهاز كله عمل طفرة كويسة جدا. وعامل طفرة في بلدية المحلة دلوقتي كمان. الحمد لله ماشيين أول. ماشيين أول. أنا متابعهم ماشيين أول. فرق كبير. ربنا يكرمه إن شاء الله ويسعده إن شاء الله. ربنا يكرمه. أصعب صدة اللي أنت قلت إيه ده أنا صديتها إزاي دي؟ والله كان كنا في هو في كتير بس أنا يعني أجيب لك أكتر واحدة يعني. كنا بنلعب الزمالك كنا في الجيش وكنا مطرود مننا اتنين. تمام وفي الدقيقة حوالي 93 ابو كوني جوه 6 ياردة الكرة اتلعبت له بالعرض قام شايطها طبعا مطلعها بعدين طلعت فوق قمت طاير طلعتها بالبوكس خناق كانت خناقة في جوه ال 18 في الدقيقة كام كانت 93 متعادلين 2-2 دي كانت أصعب مطرود مننا 2 وتعادلنا في الماتش ده 2-2 كنا خسرانين 2-0 كان مين اللي ماسك الفريق عندكم؟ كابتن فاروق جعفر قال لك ايه؟ ولا سابك ومشي؟ لا لا طبعا بعد الماتش طبعا كله بارك لنا يعني بارك لنا وطبعا وكان فرحان باللعبه جدا ان انت مطلوب منك اتنين وتعادل مع فرقه زي نادي الزمالك في الوقت ده كان مسكها الكابتن حسام حسن ساعتها لا كان ماتش صعب جدا الماتش ده يعني حسام ما قالكش الشناوي انت لا ما كانش شايفني الحمد لله كان بيتخانق مع حد تاني بس الحمد لله بس ما كانش شايفني لا الحمد لله انا بحبه جدا بابان طبعا يعني واسهل كره دخلت فيك ايه؟ انت قلت ازاي تدخل في الشناوي دي ايدي ازاي دخلت فيا الكوره دي اكيد فاكر ما تقعدش تعمل بقى ان انت مش فاكر اكيد فاكر يعني اكيد بس ما اعتقد هي مش سهله بس هي ممكن يعني ما تخشش فيا بس هي مش سهله كان لاعب الاسماعيلي تعادلنا معاه 1-1 في الاسماعيلي كره جوه ال 18 عندي نقطه البيلين كده كان باين جول انتوي بظهره تمام قام لافف قام عاملها بالشمال في البعيد تحس ان هي ضعيفه بس هي مش ضعيفه بس يعني كنت يعني انا لو كنت ورا شويه كنت يعني اقدر كنت اطلعها يعني بس هي دي ما اعتقد يعني بس يعني برضو قول لي مين وانت بتلعب مين المهاجم اللي تبقى شايل همه وربنا يستر وحاسس ان هو في اجيب في الجول صراحة ما فيش يعني انا مع كل الفراوده اللي تكون موجوده قدامي بتلعب قدامي بعمل لها كل اي فيرو بعمل له احترام ليه وبدي له اهميته وبدي له كل حاجه انا ما اقدرش اقول ده وحش وده كويس لا انا بدي كل واحد بلعب على الكوره بس بشوف مين اللي بيلعب عليا والكلام ده كله وبركز بس مفيش طب شوف اللقطه دي كده تفكرك بايه؟ دي كنت هموت فيها انت عارف اللقطه دي؟ طبعا انت بعد ما صديت ضربه الجزاء قلت خلاص لا ما قلتش خلاص لا ان انا اللي انا كمان الكوره ديت انا عارف هي رايحه فين انا عارف ان هي هترد كده هترد الناحيه في نص الجون بس هي اتردت في نص الجون ليه عشان الكوره وانا رايح هتلاقيني صديتها كده بايدي من تحت ان انا هي اول بس ما بس انت بص بعد ما صديتش الناحيه بص انت قمت ازاي لا بقى زعلقت وانا بلف بص للكوره لا بلف بس يعني انت كنت عامل حسابك انها ممكن ترجع تاني تحطها بص طول ما الكوره في الملعب لازم اكون عينيا على الكوره ما ينفعش يعني انا كنت في الكوره دي انا الكوره دي انا عارف ليها ترد كده عشان هي نزلت وهي جايه لي نزلت عشان كده كان نفسي تكملها دي يلا الحمد لله بس هي كانت بعيده ما كانتش قريبه بس كله كان يعني بصراحه كله كان اللعيبه كلها كانت واثقه كان عندي واحنا واقفين كلهم بيقولوا انت هتصدها انا عندهم ثقه كبيره ان انا كنت اصدها الحق وانا كنت عندي برضو ثقه كبيره ان انا اصد الكوره مين اقرب حد ليك في الاهلي كتير حسام طبعا حسام عاشور حبيبي كتير كلهم حبايبي كلهم انت عارف ان انا اكتر واحد بيكلمك ويدعمك بصراحه هم كلهم بيدعموني وما ينفعش اي حد في النادي الاهلي لازم ندعم كلنا ندعم بعض مفيش حد يجي من حد يتكلم مع حد يقول له انت ما اعرفش لا كله بيدعم بعض بصراحه كلهم من الشخصيات المحترمه والفرقه كلها محترمه وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين يعني ايه كيان النادي الاهلي ده اهم حاجه اهم حاجه يبقى عارفين هم احنا بنلعب في نادي عامل ازاي ونادي كبير وما ينفعش نسبه ماتش التعادل بالنسبه لنا بيبقى خساره ده اهم حاجه تكون موجوده في اللعيبه كلها وحاطه في دماغها كده عشان نعمل حاجه كويسه السنه دي للجهاز اللي موجود والاداره اللي موجوده نعمل حاجه ثانيه ان شاء الله نعمل حاجه في بطوله افريقيا ونرجعها ان شاء الله في بيت النادي الاهلي ان شاء الله. ماتش بيدفست عدى عليك ازاي تحديدا؟ ماتش بصراحه ماتش صعب. مش ما فيش حاجه اسمها خوف. احنا ممكن نعمل حسابات.
نقول حسابات. خوف ده خوف في الكوره ما يعني ما ينفعش. يعني انا ما بحبش موضوع كلمه خوف دي. طب انا كنت قلقان؟ قلقان اعمل لها حسابات الكلام ده كله ماشي. انا كسبنا الماتش الاولاني نتيجه كويسه 1-0 والكلام ده كله، احنا بنلعب فرقه كويسه جدا على فكره، ماشي اول مش ماشي مثلا ثالث، لا فرقه كويسه ومنظمه جدا. احنا اشتغلنا، كابتن حسام اشتغل على حاجات معينه طبعا، وكلم مع لعيبه فيها وفرجنا عليهم كتير، وكنا عاملين حسابنا ان احنا نروح على المكسب مش على التعادل هناك في الماتش الثاني. واحنا الحمد لله نفذنا الكلام، واللعيبه نفذت الكلام اللي كابتن حسام قال لهم عليه. الحمد لله طلعنا بالنتيجه ايجابيه، وطلعنا الحمد لله بالدور ده كان دور صعب وفرقه كويسه جدا الحمد لله. يعني شناوي برضه قول لي، الناس اللي بتنتقد اداء الاهلي يقول لك الاداء ومش عارف ماتش بيت فيست كسبوا بالعافيه ومش عارف ايه، الناس دي عايزه ايه؟ والله انا ما يعني الناس ديت انا ما بركزش معاها خالص. يعني انا الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا، احنا الحمد لله بلا هزيمه الحمد لله تمام. انا شايف ان احنا ماشيين كويس. هو انت ممكن تتكلم في الاداء، انا شايف الاداء كويس واللعيبه بتادي على قد ما تقدر تمام، وتنفذ الكلام بتاع كابتن حسام على قد ما تقدر، والفتره الجايه هنشوف ان شاء الله نكون احسن، ونفكر احنا دلوقتي بنفكر في الدوري الفتره الجايه، وان شاء الله نرجع الدوري زي السنه اللي فاتت ده يبقى موجود زي السنه موجود السنه دي كمان معانا، وان شاء الله افريقيا معانا والكاس وربنا يكرم. شايف اداء الكابتن حسام بدري اختلف عن قبل كده؟ قبل كده كان ساعتها كان معانا كان مع مستر مانويل جوزيه، كان موجود مدرب تاني. يعني دلوقتي معاه مدير فني، يعني ما الفتره دي ما مسك فتره مع النادي الاهلي كنتش موجود. لا بكلمك كرؤيه لعيب مش كرؤيه الشناوي. تمام. لا طبعا شايفه مدرب كبير وبيحبوا شغله جدا، وبصراحه بتكلم مع اللعيبه كلها، و انا شايف ان احنا ماشيين كويس جدا معاه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه معاه ان شاء الله للكابتن حسام وللنادي والاداره ان شاء الله. كان طلع حاجة. كان طلع يعني حد كده من نجوم الاهلي الكبار وقالوا يا جماعه ازاي يبقى شكلنا كده قدام بيت فيست، احنا عمرنا ما عملنا كده. والله يجي يشوف الماتش هناك عامل ازاي والملعب عامل ازاي. اولا احنا في ملعب بنلعب ملعب ليه الاهلي اتمرن على ضربات جزاء؟ احنا ما كناش بنتمرن على ضربات جزاء وحاجات كده. والله احنا لو ما اتمرنا، طب افرض اللي احنا جينا وصلنا ضربات جزاء واحنا ما اتمرناش على ضربات جزاء، يعني يقول ليه احنا ما اتمرناش؟ كان هيقول ليه ما اتمرنتوش؟ لا الكابتن حسام بيحط اوسع يعني اسوأ حاجه تحصل بنتمرن عليها. احنا يعني بقول لك ان هو بيحب شغله، يحب شغله جدا لدرجه ان هو ما بيسيبش حاجه صغيره. لازم كله يبقى يعني نجتهد ونشوف شغلنا في الملعب عشان ربنا يوفقنا. ده اهم حاجه في الشغل. حتى النهارده كمان عشان ماتش الودي بكره عامل تكتيك وعامل التزام وعامل حاجه. انت لو ما تعبتش في شغلك وما تعبتش واللعيبه حاسه ان انت بتتعب واللعيبه حاسه ان في شغل واللعيبه ما حسيتش بالكلام ده كله، ما بقى في مش هيبقى في مسؤوليه، اللعيبه ما تنزل مش حاسه بالمسؤوليه. بالظبط. بس وده اهم حاجه لازم في اي شغل حد كده. شايف شكل الاهلي في الدوري في الماتشات اللي جايه؟ بص احنا بناخدها مرحله مرحله. قول. تمام. يعني انا شايف ان احنا ماشيين كويس الفتره اللي جايه ديت اللي فاتت ديت والفتره اللي جايه احنا واخدينها مرحله مرحله. احنا عندنا الفتره الجايه حوالي 5 ماتشات أو 6 ماتشات. تمام. احنا بناخد كل ماتش بماتش، يعني مثلا ماتش الداخليه بنمسك ماتش بنقعد نتفرج على الداخليه بنتكلم، كابتن حسام بيحط تكتيك معين بيتكلم مع اللعيبه الكلام ده كله بننفذ الكلام بتاعه. اهم حاجه نطلع بالتلاته بونت بس، ده اهم حاجه. ما نفكرش بقى مين بقى ورانا، مين قدام، مين تحتنا، مين قريب مننا، ما نفكرش. احنا نفكر في الماتش اللي جاي. عندنا ماتش مين؟ عندنا الداخليه. خلاص هو الداخليه ده اللي عندنا. بعد الداخليه عندنا مين؟ عندنا كذا، عندنا بتروجيت بقى هي بتروجيت، بعد كده افريقيا بقى هي افريقيا. هي كده لازم. المستويات اتقربت قوي يا شرقاوي، تقربت قوي يعني في الشكل وفي الاداء الفني. دلوقتي مفيش فرقه ممكن تبقى نازله خايفه من الاهلي زي قبل كده. عايزين نفهم الناس برضه، نقول موضوع اختلف. لا هو الموضوع اختلف ان دلوقتي بقى في لعبه كتير دلوقتي في الدوري، ولعبة كويسه جدا في الدوري، وفي لعيبه عامله وفي فرق ماشيه كويس جدا في الدوري وعندها لعيبه كويسه وماشيين بشكل كويس. بس انت برضه انت النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يعني انت النادي الاهلي لازم تنزل لازم 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 حاطط في دماغك واللعيبه حاطه في دماغها انت لازم تكسب. غير كده احنا ما بنقبلش، يا اللعيبه ما بتقبلش، النادي ما بيقبلش غير كده، والجمهور ما بيقبلش غير كده. عشان كده احنا بننزل حاطين في دماغنا اللي احنا ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه في الماتش، مكسب
فتعادل، قدر الله ما جاش المكسب يبقى في تعادل. ليه؟ عشان احنا عندنا جمهور، وعندنا ده صفه فينا في النادي الاهلي اللي احنا متربينا عليها، ان احنا ما فيش حاجه اسمها خساره. ننزل نشتغل ونجتهد في التمرين ونجتهد في الماتشات، وربنا الحمد لله بيوفقنا. بتكلموا بعض انت وشريف قبل المباريات، تحفزوا بعض، هو بيكلمك هو؟ يعني هو يعني في المباريات طبعا انا بكون موجود، او احمد يكون موجود، تمام؟ ايه طبعا احنا بنتكلم قبل الماتش، قبل الماتش بالظبط مش بتكلم معاه كتير عشان بسيبه يركز، يعني بسيبه يركز في الماتش والكلام ده كله. امال طبعا ربنا بقوله ربنا يوفقك في الماتش وركز في الماتش بتاع الكلام ده كله. امال قبلها طبعا كابتن طارق بيتكلم معاه، بنتكلم على وانا شايف نقطه مثلا في الفرقه دي، اقول له ما اعرفش مثلا ده بيشوط، ده بيعمل، خلي بالك، مش عارف ايه الكلام ده، يكون قبل الماتش بيوم يومين الكلام ده كله. امال قبل الماتش بالظبط واحنا نازلين الكلام ده كله، لا الكابتن طارق هو اللي بيكون واخد المأموريه دي طبعا، وبيتكلم معانا كتير في المأموريه دي، واحنا بنتفرج طبعا على الفرق مع الكابتن حسام، بيبقى شايفين ايه الصغرات وايه الايجابيات في الفرقه الثانيه، بنبقى مركزين. عشان كده الحمد لله ماشيين بشكل كويس يعني. ما جالكش لحظه خلال الفترة السنة دي كلمت كابتن طارق قلت له أنا عايز ألعب، أنا زهقان، ممكن تديني ماتش؟ أنا ما أقولش اديني ماتش، ما بقولش اديني، كلمته قلت له أنا زهقان، أنا لا ما طبيعي. لا كلام طبيعي. أيوه الكلام، بس هو ما فيش لعيب في مصر عامة يعني ما بيقعد ما بيزعلش، أكيد لازم يبقى زعلان. أه طبعا ما ينفعش. بس الموضوع كله اللي أنت ما بتيجي تتكلم تتكلم عادي، تتكلم إيه الأمور، إيه الدنيا ماشية إزاي، بس كلام صفة عامية. بس هو في الأول وفي الآخر المدير الفني اللي هو عايزه والمدرب اللي هو عايزه هو اللي هيمشي. أنت اللي عليك، أنت لعيب محترف. يعني إيه لعيب محترف؟ تنزل الملعب وتعمل اللي عليك، تمام، والباقي بتاع ربنا. أنت ما تكون موجود، أنا لقيت نفسي موجود في الشرقية الحمد لله، كنت كويس، لقيت نفسي في ماتش الألمونيوم الحمد لله ماشي كويس، الحمد لله في ماتش الداخلية ماشي كويس. أنت طول ما أنت مركز في الملعب وكويس في الملعب خلاص كل الناس تبقى وراك. هسألك ممكن تقول ايه لشريف اكرام؟ اسألوا الشناوي لو عايزين على الصفحه الرسميه لقناه الاهلي، الاهلي تي في جاي له، جاي لك حاجات كتير بيقولوا له اهو، في يعني اسئله كتير، لو عايزين تسألوه اسألوه. نطلع فاصل ونرجع نشوف رأي الشناوي او ممكن يقول ايه لشريف اكرامي. نطلع فاصل اكيد استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه معايا النجم محمد الشناوي، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. نورنا شناوي. نورك يا كابتن، ربنا يخليك. هقول لك جالك ايه ولا اللي انت عايزه يا كابتن؟ طيب ناخد شويه رسائل. عمرو مصطفى بيقول كابتن محمد الشناوي حضرتك شخص محترم جدا جدا، بنتمنى اننا نشوفك دايما في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله تشوفوه ان شاء الله. يلا 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 نعرضها على الشاشه. يلا اما تجهزوا، طيب قولوا لي، قول لي ممكن تقول ايه لشريف اكرام؟ شريف شخص يعني، شريف انا اعرفه من زمان جدا ايام ما كنت في النادي الاهلي وانا لسه موجود من الناشئين، كنت اتمرن معاه على طول. بقول لشريف انت يعني، شريف من الشخصيات المحترمه والشخصيات اللي انا بحبها، وطبعا ربنا يوفقه الفتره الجايه ويوفقني معاه ويوفق احمد ويوفق مساعد، احنا كلنا مع بعض يعني زي مش يعني زي اخوات يعني، اخوات. هو طبعا اخ اكبر لينا، وهو دلوقتي ماشي بصوره كويسه جدا في النادي، وهو دلوقتي موجود في المنتخب. وانا كنت شايف ان هو يكون رقم واحد في البطوله، اللي هو كان عامل قبل ما يروح البطوله كان عامل ماتشات كويسه جدا، وبقول له ربنا يوفقك الفتره الجايه، وان شاء الله اشوفك في الماتش الجاي واشوفك ان شاء الله موجود. تفتكر ممكن ياخد الماتش الجاي شريف؟ اكيد اكيد هياخد، مش هشوف ولو ماتش رسمي. انا بقول ان هو كان هيلعب البطوله اصلا اللي فاتت، يعني هو كان ماشي كويس والفتره دي ماشي كويس. مش عارف الحضري ما هزرش في الحاجات دي. طبعا الكابتن عصام طبعا ما فيش حد يقدر يتكلم عليه، ان هو طبعا عمل تاريخ لنفسه كبير ما فيش حد يقدر يعمله بعديه، ومن الاجوان الجامده جدا في المنتخب وفي مصر وفي افريقيا. بس انا بتكلم في نقطه ان احنا جايين دلوقتي احترام للكابتن عصام واحترام لاي حد يكون موجود، ويعني انا بحبه جدا وبحب لعبه جدا، ويعني الواحد احنا بنتعلم منه كقدوه وكل حاجه وكاصرار وككل حاجه. بس انا بتكلم ان احنا داخلين دلوقتي
نتكلم يعني نشوف بنتكلم اللي احنا داخلين على تصفيات افريقيا وتصفيات كاس عالم، احنا بنشوف مين اللي هيكون موجود واحنا بنشوف مين اللي هيكون اقرب، يعني موجود شريف، موجود الشناوي، موجود عاوز اقول كلمه انا، موجود احمد، اي حد يكون موجود في المنتخب، احنا بنلعب منتخب مصر مش بنلعب في نادي، اي حد يكون موجود ربنا يكرمه. عشان كده احنا بنشوف مين الاقرب. طبعا الكابتن عصام عمل بطوله كويسه جدا البطوله اللي فاتت، انا بشوف مين الاقرب ان هو يلعب كاس عالم ان شاء الله ونوصل كاس عالم الاستمراريه، الكلام ده كله الاقرب شريف الشناوي ان شاء الله لما يكون موجود، اي حد يكون موجود في الدوري الممتاز عامل شكل كويس، كابتن ناجي اللي اختاره، انا بتكلم في كده مش اكتر. يلا يلا نشوف الرسائل، نشوف من اول عمرو مصطفى تاني مع كابتن محترم جدا، ونتمنى لك التوفيق ونتمنى ان احنا نشوفك ان شاء الله. في انا مصطفى بيقول انا بحبك قوي يا كابتن وما تستعجلش الفرصه جايه ان شاء الله، تحياتي ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك. اهلا بيك ميدو. الشنهابي بيقول مستوى شريف اكرامي دلوقتي افضل، يعني افضل عشان انت موجود يا شن، يعني بعد ربنا بقول لك، او الشبيني، اوكي ماشي ميدو. الشبيني بيقول لك مستوى شريف اكرامي دلوقتي الفضل يرجع بعد ربنا ليك انت شنو، لان بقى في منافسه حقيقيه على المركز ده، دي حاجه كويسه ودي حاجه كويسه. انا قلت الكلام ده في الاول ان لازم يكون واحد يكون موجود وحاسس ان في حد وراه، اكيد هيركز مليون في المية. تشدك انت كمان، تشد اي حد، تشد احمد عادل يعني. طبعا يعني انا لما كنت في الحرس في سنه الحرس كان معايا ابراهيم عبد الجواد، ابراهيم عبد الجواد كان بيتمرن كويس جدا عشاني، مش عشان هو يعني، هو نفسه يكون موجود بس بيتمرن كويس جدا عشاني، عشان ما احسش ان مفيش حد يكون معايا تحتية وحش او مش بيتمرن والكلام ده كله، ان انا اكون موجود لوحدي في الـ في الـ في الملعب يعني، دي حاجه كويسه لاي حد يعني. تمام. في جوسيف بيقول لك من تونس، بيقول لك ايه يا جماعه؟ من تونس سامح كوارتو مصر، اوكي. يلا يلا ناخد جوزيف، يلا ناخد جوزيف بيقول بوصل لك سلامي من تونس وسؤالي، علي معلول اكد في حوار له انك الاقرب اليه انت وعاشور. انا على طول بقعد مع علي، انا وهو وعاشور على طول يعني بنخرج مع بعض. انت عارف هو ما يكون واحد، اي حد يكون مش موجود في مصر وبتاع يعني قاعد مش قاعد في مصر ومش عارف حاجه في مصر والكلام ده كله، احنا بنحاول ان احنا نكون قريبين منه، عايز اي حاجه، محتاج اي حاجه. شخصيته يعني معلومه، شخص لا شخص محترم جدا جدا يعني، للدرجه اللي انت ما تتخيلهاش. تمام. وبيحب بيحب النادي جدا يعني، اول مره اشوف حد يجي من بره، هو عارف طبعا النادي الاهلي نادي كبير وفي افريقيا وكل حاجه، بس هو بيحب النادي وبيحب عايز يعمل حاجه للنادي، واحنا بنتكلم معاه عن النادي والنادي يعني نظامه ايه، والنادي ده كيان، ده اهم حاجه النادي والكلام ده كله، مصلحه النادي اهم والكلام ده كله، احنا بنتكلم معاه في الحاجات دي كلها انا وعاشور، بس انا على طول دايما بكون معاه يعني لو احتاج اي حاجه الكلام ده كله بتاع انا على طول معاه. طيب تمام. بيقول لك برضو ما هو تقييمك له كصديق وقال ولاعب، وهل لديه النية في ترك الفريق مع الشكر؟ لا ما فيش الكلام ده خالص. انا بص يعني الموضوع ان هو يمشي يقعد دي طبعا مش بتاعتي، بس انا معتقد لما انا بقعد معاه وبتكلم معاه عمره ما جاب لي سيرة ان هو هيمشي. هو احنا مركزين في الدوري وفي افريقيا في النادي، مركزين في شغلنا بس، ده اهم حاجة. تصريحات والكلام ده كله احنا مالناش دعوة بيها خالص. تمام. طيب محمد اخر رساله، محمد مصطفى الجرحي معانا، يلا انت حارس جيد في المباريات اللي لعبتها، يعني بقول لك انت يعني المباريات اللي لعبتها اديتها بشكل كويس، الحمد لله ان شاء الله شد حيلك وتروح المنتخب ان شاء الله، يعني ده جزء طبعا انا يعني برضو شناوي اروح المنتخب يبقى لازم العب، طبعا اصرارك ودوافعك انا عارفها كويس قوي، أكيد. انت بتاكل في نفسك عشان تبقى موجود، أكيد. لكن هي دي سنه الكوره او سنه الحياه الكرويه. اي طبعا، هو اهم حاجه انت تكون واثق من نفسك، دي اهم حاجه. إيه انت في نادي كبير مش في نادي صغير، انت بتفكر ان انت تلعب، انت معاك برضو جون كبير، معاك جون كبيره، معاك شريف، معاك عادل، معاك مسعد، المنافسه صعبه، بس انت اهم حاجه طول ما انت كويس في الملعب هتلعب. وفي ثقه من الجهاز الفني هكون موجود في الملعب، الحمد لله الاثنين دول موجودين، وان شاء الله هكون موجود قريب
بس اشتغل واعمل اللي عليا والباقي بتاع ربنا. كل حاجه بتاعت ربنا، مش عارف، ده اهم حاجه، ده اقدر اقولها يعني. الحمل العصبي على حارس النادي الاهلي شكله ايه؟ مش الاهلي، مش الحارس بس، ده أي... بتكلم عن الحارس تحديدا. هو عامة طبعا انت بتكون اخر واحد في الملعب، يعني انت لو غلطت انت وراك الشبكه على طول. طبعا انت بيبقى عليك المسؤوليه الاكبر ان انت غلطت، يعني بيقولوا بالمعنى البلدي اللي انت بتشيل الليله يعني. طبعا تركيزك بيبقى مش 100%، بيبقى 1000000%. طبعا ما فيش اي حد يكون في الملعب بيبقى نفسه يخطا، اكيد طبعا. انا لما اكون في الملعب حاسس ان انا مش بلعب عشان الشناوي يبقى كويس، لا، انا بلعب عشان الشناوي يبقى كويس، عشان يشيل الفرقه، عشان يسعد الجمهور ويسعد الناس اللي عايزين نكسب. يبقى انا بركز بس ان انا اكون في الملعب الحمد لله اكون كويس ومعايا التوفيق. بس ده اكتر حاجه. شخصيه حارس الاهلي غير شخصيه اي حارس ثاني، اكيد ان هو بيبقى فيه ضغوط عليه كتير. ضغوط عليه اعلاميا، جمهور، الناس بتتكلم، الناس شايفاك من الصغار للكبير شايفينك. انت في اي نادي تاني مفيش حد شايفك كتير، ممكن ده شايفك ده مش شايفك، ده بيتكلم ده بيتكلمش، ده كويس. بس النادي الاهلي طول ما انت بتلعب اي مباراه حتى لو مباراه وديه الناس كلها شايفاك. غلط ما غلطتش الناس كلها شايفاك. يعني عادي، احنا المباراه وديه عندنا بكره زيان على الهوا. طب حاجه ده يعني. بس انت لازم شخصيه النادي الاهلي لازم تكون واقف، اهم حاجه الثقه. تكون واقف مركز، ما تحطش الكلام ده في دماغك خالص. الاعلام على فوق، على راسي، على دماغهم فوق، الجمهور طبعا. بس انت اهم حاجه شغلك تركز فيه والتوفيق بتاع ربنا. لا اكتر. معانا قول الو، خد التليفون. الو، بص انا مش هكلمه خالص. الو، وعليكم. سمعت السلام عليكم، عامل ازاي؟ انت بتخوفنا ابراهيم. حبيبي يا ابراهيم، انت بتخوفنا ابراهيم، هتخوف الناس. طب احنا عارفين السلام عليكم بتاعتك يا ابراهيم، في ناس بتسمعنا يا حبيبي. هنقول الو تاني لو سمحت. الو، معلش يا كابتن. الو يا كابتن. حبيبي كابتن ابراهيم عبد الجواد، حبيبي منور الدنيا كلها. حبيبي يا كابتن، ربنا يبارك فيك. كلمه بقى شويه، انا هسيب لك الحوار. عامل ايه يا كابتن ابراهيم؟ ازيك يا حماد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن ميدو بس عم بيقول لي مين المدربين الكويس اللي انا اتمرنت معاهم وبتاع. بقول له كابتن ابراهيم منهم، وكابتن ابراهيم هيطلع مدرب كبير وبتاع، قاعد يقطع فيك. انا ما قطعتش يا كابتن ابراهيم. انا طبعا انا قلت ان انت مدرب ليك مستقبل جامد جدا، بس في يعني شويه جنان كده صغيرين. بعد اذنك بس انا ليك بالمعتاد بتاعي يا كابتن ميجو، ميكو اللي انت عايزه قوله. والله من الشخصيات المحترمه والله. لسه كنا بنتكلم عليك وبنقول ان انت بتشتغل باقل الامكانيات وبتوفر لنفسك كل الوسائل الحديثه، حتى لو بتخترعها المشمع اللي انت جبته مره من البيت عشان تعمل الكره تسرعها شويه المره. الميه على الميه البتاع السيرك اللي انت كنت بتجيبه، كان كنت بتخترع حاجات يا كابتن ابراهيم عشان تطور في حراس المرمى اللي موجودين معاك. والله كابتن يعني انت عارف ان تدريب حراس المرمى فيه كل يوم جديد وفيه كل يوم تطوير، ودي رساله الواحد بيأديها، فلازم يبقى قدها ان هو على الاقل يقدم كل ما هو جديد في عالم التدريب عشان يفيد الحارس. مش مجرد ان هو تدريب ادائي وخلاص، لازم اعرف انا بشتغل ايه، ولازم اعرف انا بعمل ايه، ولازم اعرف انا بعمل ايه في امتى في الوقت المناسب. على الاقل عشان الحارس اللي معايا يقدر يستفاد مني ولو 1% من اللي هو عنده، لان هو اكيد اتمرن مع مدربين كويسين قبل مني، وفي اكيد خد معلومات وخد مهارات واكتسب خبرات. فانا بحاول ان انا اشتغل ان انا اضيف له جزء بسيط يوقفه على رجليه يفيده في المرحله اللي هو فيها. تمام. بس ومحمد الشناوي متهيألي ان هو يمكن من حراس المرمى المحترمين المميزين اللي انا لعبت معاه قبل ما بطل، واللي انا مرنته وانا كنت ماسك، كنا شغالين مع كابتن مراد السيد المدرب الكبير المحترم طبعا في نادي البروجيت. والحمد لله ان هو في الفتره دي ادى اداء كويس، ويمكن كان مع الكابتن احمد ناجي في منتخب مصر، وكان اداؤه مشرف، وكان عنده فرصه ان هو كان عنده امكانيه ان هو ممكن يلعب، وهو من حراس مرمى مجاهدين جدا، اصحاب مهده واصحاب مهاره واصحاب ثقه، وحارس مرمى موهوب، وان شاء الله دوره جاي في نادي الاهلي وياخد، يبقى من حراس مرمى مميزين جدا. وهو على المستوى الشخصي هو حبيبي يعني، وعارف حبيبي يا كابتن. قول لي اطرف موقف بينك وبين الشناوي يا كابتن ابراهيم ايه؟ لا، الشناوي لعب اول سنه ليا كان كابتن مصطفى،
ويمكن هو عارف، يمكن انا كنت بدافع عنه حتى وانا بلعب معاه. دي حقيقة. ففي مرة كان حصل حاجة يمكن في نادي الحرس، ودافعت عنه لدرجة ان انا لسعت من التمرين وهو كمل. دي حقيقة، دي حقيقة. هو يمكن يقول لك عليها يعني الموقف. دي حقيقة. قول لي قول لي بقى أطرف موقف حصل معاك أنت في حياتك الكروية. لا ده كتير كده. لا 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 هو عارف. إيه في أجوان ولا إيه؟ إيه؟ جبت فيها أجوان وأنا بلعب يعني كابتن ميدو يعني ولا إيه؟ أنا جبت فيك أجوان كتيرة يا إبراهيم، مش عايز أتكلم. لا أطرف موقف حصل معاك أنت، كنت حكيت لي موقف بينك وبين الكابتن مختار كده. معايا؟ لا ده انا كابتن مختار يمكن من الناس المحترمين والمدربين المحترمين اللي لعبت معاها كابتن، ويمكن انا كنت بحب اتفرج معاه جدا وبلعب معاه جدا، وهو يمكن حتى من الناس اللي كان بيحبوا التهريج معايا وكده. ففي مره كان عامل لنا تمرينه بالنهار باين، وبعدين المدربين كلهم اعتذروا يعني، كان تقريبا كان معظم المدربين عندهم حاجات بيخلصوها تقريبا في مرور في هنا كده. بصيت رحت له نص الملعب كده فلقيته قاعد لوحده، قلت له كابتن انت جاي لوحدك؟ قال له نص الملعب، قلت له كل اعوانك هنوك يا ريتشارد. راح هو ضحك كابتن ابراهيم عبد الجواد، يعني نورتنا وشرفتنا. حبيبي. عايز تقول حاجه يا شناوي؟ حبيبي ابراهيم والله حبيبي. ان شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك وشغلك، وان شاء الله تبقى مدربين مميزين جدا. كابتن ابراهيم عبد الجواد شكرا جدا. الوقت جري جري. عايز تقول حاجه لجماهيرك؟ عايز تقول حاجه للمنادي الاهلي؟ اقول للجماهير يعني ايه، اصبروا شويه، احنا ماشيين الحمد لله بشكل كويس. احنا في النادي احنا عايزين نفرحكم، اللعيبه كلها واللي موجودين كلهم بالاداره بالجهاز باللعيبه. احنا بنقول الفتره الجايه هنعمل على قد ما نقدر ونوسعنا في الملعب اللي احنا نفرحكم وناخد ان شاء الله الدوري اولا، وثانيا مركزين جدا في البطوله الافريقيه وعايزين نجيبها السنه دي، وعايزين نروح كاس العالم للانديه. وفي الاول انتوا اللي ورانا، وانتوا اللي هتساندونا بتشجيعكم بدعواتكم معانا. مش لازم اي حاجه، لو في اي حاجه مثلا وقعنا ماتش ولا حاجه والكلام ده كله، انتوا تشجعونا، انتوا تكونوا ورانا، وانتوا تكونوا مساندينا. يعني اللي في النادي الاهلي كلهم بيموتوا في حاجه اسمها النادي الاهلي. ده كيان مش نادي، ده كيان اسمه النادي الاهلي، واحنا بنلعب في كيان مش بنلعب في نادي، احنا بنلعب في كيان. احنا عارفين يعني ايه النادي الاهلي. اي حد يكون موجود في النادي الاهلي بيشيل بيلعب بفانيله النادي الاهلي بيبقى عارف ان هي لها تقل كبير. وانا بقول لكم ان شاء الله الجمهور كله والشعب كله، جمهور النادي الاهلي بالاخص يعني، اللي احنا هنفرحكم ان شاء الله، نجيب لكم البطوله، وان شاء الله ان شاء الله على قد ما نقدر نجيب لكم بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شناوي ان شاء الله يعني قبل ما نختم بقى يعني، بس كابتن فارس يامان ساعات بيقول الشناوي ضعيف، مستواه ضعيف، انا مش عايز امرنه قوي، مش عارف ايه. كابتن طارق. كابتن طارق حبيبي واخويا الكبير، واللي يقول هو اللي هو عايزه مفيش مشاكل. قال لي كده، قال لي كده. لا احنا كلنا، مع بعض، انا واحمد ومسعد وشريف، احنا كلنا اخوات مع بعض، والكابتن اخونا الكبير. بصراحه لازم يتحب. لا بصراحه لازم تتحب يا كابتن طارق. كابتن ميدو عامل ايه؟ بصراحة يعني هم يعني محظوظين ان هم اشتغلوا مع مدرب زيك والله. ربنا يكرمك يا كابتن ميدو، انا بشكرك طبعا، وشناوي اخويا الصغير وشريف وعادل ومسعد. وزي ما شناوي بيقول كده احنا اسرة صغيرة، من اسر النادي الاهلي وكده، وشغالين الحمد لله بشكل كويس. منافسة شريفة بينهم الاربعة، وفي النهاية طبعا اكيد المستوى اللي احنا بنشوفه سواء شريف وهو بيلعب او شناوي حتى على الماتشات اللي لعبها، بتلاقي الحمد لله مردود كويس جدا جدا. وهو ده اللي احنا عايزينه في النهايه يعني، منافسه شريفه بينهم. وشناوي ابن من ابناء النادي الاهلي، انت عارف ان شناوي يعني متربي في النادي الاهلي، ويمكن خرج بره شويه واستفاد ولعب واخد خبرات سواء بقى في الحرس او في الجيش او في التروجيت، لعب عدد ماتشات كويس حوالي 150 مباراه. وفي منافسه شريفه بينه وبين زمايله يعني، هو انت عارف ان هو كان مع احمد عادل في فرقه واحده. تمام. طول عمرهم مع بعض ومتربيين مع بعض، وما شاء الله العلاقه بينهم ممتازه يعني. هو كلهم اخوات، ولو بتشوفهم حتى في التمرين كابتن ميدو قد ايه هم بيحبوا بعض، قد ايه المعامله بينهم محترمه جدا جدا. شريف اخوهم الكبير يعني، مش كبير قوي يعني، انما لا مش كبير قوي، بيتعاملوا بشكل كويس بجد يعني.
انا بشوفهم مع بعض الروح بتبقى باينه كابتن ميدو. هو بصراحه انا لو انا معايا مدرب زي كابتن طارق انا لازم احب زمايلي يعني، شايف مدربي اساسا. لا دي حقيقه، دي حقيقه والله. يعني انا بحييك اولا على يعني طبعا يعني كلام يعني سابق وقته، بس لازم احييك انا على مستوى شريف اكرامي اللي اتطور قوي قوي قوي. كل الناس حاسه ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب 4 اهداف طول الفتره اللي فاتت على الشناوي، لان انا عارف الشناوي طموحه عامل ازاي وعنده حب ظهور مش طبيعي وعنده حب لعبه مش طبيعي. برضو احييك ان انت قدرت ان انت تكلمه وتفهمه الدنيا ماشيه ازاي في النادي الاهلي، كذلك احمد عادل، كذلك مسعد عوض. بحييك كمان لما بيظهر الشناوي في مباريات وديه بيظهر بمستوى عالي قوي، احمد عادل بيظهر بمستوى عالي قوي. لازم احييك كابتن طارق واقول لك شكرا على تعبك وعلى الاداء الراقي اللي انت بتقدمه للجماهير الاهلاويه في حراسه المرمى تحديدا. انا بشكرك يا كابتن ميدو والله والله. انا ما بعمل غير شغلي، يعني الواحد بيجتهد في شغله والواحد بيخلص في عمله جدا جدا، والحمد لله بنشتغل بشكل علمي بشكل الحمد لله يعني. والليجوان حاسه الكلام ده ومش عارفين، والليجوان طبعا خد بالك يعني ما شاء الله شريف اتعامل مع مدربين كتير، وشناوي اتعامل مع مدربين كتير، واحمد عادل، والحمد لله هم طبعا بيقدروا خد بالك يعني. وانا شغال معاهم الواحد بيبقى عارف قد ايه هم يعني، من نظره عينيهم، من تعاملهم معايا، من استجابتهم ليا ببقى انا عارف. الحمد لله رب العالمين، الواحد بياخد قدراته جدا جدا، وبشتغل بشكل كويس جدا، وبحاول ان احنا يعني في النهايه نطلع مستوى كويس لينا احنا، لان في النهايه بتعود علينا احنا. اكيد لما يبقى في اخطاء حتى في ماتشات، صدقني الكل اللي يعني مش معنى ان شريف بيلعب في الخطا لما يبقى عند شريف تبقى شناوي بعيد او احمد علاء بالعكس. اكيد اكيد كلنا حاجه واحده. المستوى لما يبقى كويس يا كابتن ميدو بيبقى مردوده على كل الموجودين، سواء بقى شناوي، سواء عادل، سواء مسعد، شريف، الحمد لله. بس عايز اقول برضو ان احنا كل الارقام اللي احنا بنحققها دي يا كابتن ميدو هي ارقام فرديه. الهدف الجماعي بتاعنا هو البطوله. اكيد. والهدف الجماعي لما بيتحقق، البطوله لما بتتحقق، كل الارقام بقى اللي احنا بنتكلم عليها، الارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي بيبقى لها طعم حلو قوي قوي قوي، وبتقدر تتكلم عليها وبتعمل لك طبعا اكيد بتديك ثقه وبتديك حاجه كويسه. انما لو البطوله ما اتحققتش بيبقى كل الارقام الفرديه دي ما لهاش. اكيد يا كابتن، اكيد يا كابتن. عشان كده احنا دايما بناكد ان احنا الهدف بتاعنا هو الهدف الجماعي هو البطوله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. زي ما الشناوي قال سمعوا، احنا هدفنا ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي ونسعده بالبطولات. اكيد. النادي الاهلي ما بيرضاش غير البطولات. اكيد دي ان شاء الله مع شناوي ومع عادل ومع مسعد ومع شريف ان شاء الله نحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا ان شاء الله. كابتن طارق بكره ان شاء الله في مباراه وديه، تلعب بحارسين ولا حارس واحد؟ والله بكره ان شاء الله انا طبعا احنا يعني غالبا هيبقى 2 ان شاء الله يعني. بس بكره احنا عندنا بكره اجتماع ان شاء الله 1:30. بكره ان شاء الله هنقعد مع الجهاز الفني كله مع بعض ومع كابتن حسام طبعا، وان شاء الله هيبقى في 2 هيلعبوا ان شاء الله، ويبقى في واحد هيتمرن قبل الماتش ان شاء الله. متفقين يعني على كده يعني ان شاء الله. كل التوفيق ليك وهتنورنا وتشرفنا بكره يا كابتن طارق هنا، يعني نسعد بلقائك وكل التوفيق ليك يا كابتن طارق. شكرا جدا. شكرا. عسل كده سنة. طبعا من الشخصيات المحترمه الصراحه اللي انا قابلتها في حياتي يعني. نورتني وشرفتني يا شباب. لا نورك يا كابتن ميدو، وانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده. انت من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. ربنا يخليك. وبحبك جدا وبشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي ان انا اكون موجود فيها، والتوفيق ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. التوفيق ليك، وانا عارفك انت ما بتفقدش الامل في اي حاجه، وعارف عزيمتك واصرارك، وانت في نادي كبير جدا. أكيد. اي حد يفخر ويسعد ان هو متواجد في النادي الاهلي. اكيد. واكيد هيبقى ليك دور ان شاء الله، ودور قريب جدا ان شاء الله في الاهلي وفي منتخب مصر ان شاء الله. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك كابتن. يلا نطلع فاصل. كان معايا النجم محمد الشناوي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، وان شاء الله يبقى منتخب مصر اللي جاي ان شاء الله. بعد قليل معايا نجم العيار الصغير جدا، نجم كبير ان شاء الله هيبقى ليه شأن مع النادي الاهلي في المستقبل القريب، وان شاء الله يبقى برضه ليه شأن مع المنتخب المصري. نجم كبير قوي، لعيب مميز قوي، لعيب متفرد بمهاراته، لعيب اقنع الجميع. كفايه ان هو جه النادي الاهلي وكان عليه ضجه كبيره جدا بعد تجربه احتراف. النجم الكبير عمرو بركات، استنونا فاصل وارجع لكم على طول.